حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، أحببت أن أتأمل معكم وأتوقف عند هذا المشهد الذي سيعيشه كل مؤمن يوم القيامة. كل مؤمن سيعيش هذه اللحظات الرائعة عندما يرى العذاب، يرى نار جهنم، يرى الصراط، يرى المجرمين، يرى كيف أن هؤلاء الملحدين لهم شهيق وزفير في جهنم. يأتيه الخطاب يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن نار جهنم. الحمد لله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. من هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى؟ من الله عز وجل الحسنى، أي الجنة. وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وأعطاهم الجنة ووفى وعده عز وجل. الذي يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاء الله، لابد أن يكون جزاؤه الحسنى وهي الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن نار جهنم، لا يسمعون حسيسها. نار جهنم أيها الأحبة لها حسيس، لها تغيظ، لها زفير، صوت شهيق والعياذ بالله. يعني عندما ينظر الكافر من على بعد ربما مسافات كبيرة جدا، سمعوا لها تغيظا وزفيرة، تناديهم هذه النار، تناديهم، تنادي هؤلاء المجرمين، ويسمعون لها صوت مرعب. الرعب الذي يسمعه الإنسان من أسوأ أنواع العذاب، فكيف بمن يدخل ويعيش فيها؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر أيها الأحبة، أكبر فزع على الإطلاق هو سيحدث في يوم القيامة. الفزع الأكبر، المؤمن يكون مطمئنا، هادئا، سعيدا، فرحا بلقاء، لا يحزن، لا يحزنهم الفزع الأكبر. لماذا؟ الله تعالى يقول: وتتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة، تجد الملائكة تحيط وتتلقى وتستقبل هؤلاء المؤمنين الضعفاء البسطاء الذين آمنوا بالله، رضوا بهذا الإله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، ورضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله أيها الأحبة لحظات رائعة الحقيقة. يعني أنا شخصيا عندما أتخيل يوم القيامة وما فيه من نعيم وما فيه من نظر لوجه الله سبحانه وتعالى، الإنسان بالفعل يتمنى أن يقترب هذا اليوم، يتمنى أن يشاهد هذا اليوم، على عكس الملحد. الملحد تجده يخاف من الموت، تجده لا يحب أن يتذكر شيء بعد الموت، لذلك ينكر أصلا وجود الحياة بعد الموت. هذا الموقف أيها الأحبة مريح للنفس. يعني مهما كانت همومي وأحزاني ومشاكلي، بمجرد أن أتذكر هذه الآية، أتذكر فقط هذه اللقطة: وتتلقاهم الملائكة. هذه اللقطة تكفي أيها الأحبة أن تستقبلك ملائكة الله. ماذا تريد من هذه الدنيا؟ ماذا تريد من أموال الدنيا وسلطان الدنيا وزخارف الدنيا؟ لا شيء، كل شيء سينتهي، كل شيء سيدمر، كل من عليها فان. وتبقى وحيدا في مواجهة مصيرك، إما إلى جهنم والعياذ بالله، وإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك أيها الأحبة، دائما عندما تعصف بك الهموم والمشاكل والأحزان والمخاوف ومشاكل العصر، تذكر هذا المشهد وتذكر هذه الآيات، واعتبر نفسك أنك واحدا منهم. اعتبر أنك أنت من هؤلاء الذين تتحدث عنهم أو يتحدث عنهم النص القرآني: إن الذين
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلقانا برحمته وأن يكرمنا بلقائه الكريم عز وجل وأن ينعمنا بالنظر إلى وجهه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.